لطفي بنت مثل يذولي مثلت مع أمي تراكي أي. مع الزهرة فايزة معنا. اي مثل حتى مع الزهرة فايزة معناها تاريخ قلت لك عليك على تاريخ معنا. قديم وعملت شو اسمه حنا بعل في حومتنا سبع عملت سنين متتالية. سبع سنين وغدوة نولي مشهور هذيك في حنا بعل معناها خرجت الجينيراسيون كامل صحيح وكنت سبب في شهرة برشا فكاهيين وممثلين صحيح شكون هم اللي شهرتهم؟ الممثلين هم الفكاهيين اللي شرتهم ثم السؤال الأهم وهذه وهل رأوا به طبعا لا ده مش على رأوا به علاش كل عمله مريات علاش سي لطفي الجيل الجديد الكل هرب بيك ورغم التاريخ الكبير وانت بصراحة ما نجمش تهرب بيهم إلى حد الآن علاش ليه نوافقك في شطر نتاع السؤال ونوافقك في شطر ثاني باش نقول لك علاش خاطر انا حلوا لي الباب في حنا بعل بالركن هذاك وقتها ما ثماش متنفس الكوميديين والتو ديجا حتى نوفل في بالي وانا رئيس لجنه التحكيم مهرجان الكوميديين والمقلدين الهوات في القلعه الكبيره وديما يمشي معايا خالد بوزيد ولطيف القفسي في أعضاء ومعناه نحب الجينيراسيون تخرج جديدة وتعدوا برشا بسام الحمراوي وليد الزين أو سلمى سعودي وليد اللي يخدم معاك الزين حضرت معاه ديجا صدعاني أخيرا ومشيت له العرض نتاعو ومحلاها تحس روحك أنت معلم حتى ولدك يولي رئيس دولة تقولها هاوكا يبداش رئيس دولة المعلم اللي قراه يقول هذاك قراني فانا معناها حلوا لي الباب وانا حليت لغيري معناها ما عملتش مزيه على حتى حد ما نوافقكش في حكايه انا هربوا بيا خاطر انا قعدت لطفي بنطقه يقال الويمام هذيك هي تركيبتي هذاك هو انا وديما ندخل عنصر جديد انا نتصور ما هربوش بيا انا ايقال ام ومام ثم روح اخرى وثم جو اخر مي قالوا يقلد وانا حد ما بديت انا نقلد وعملت قلدتهم الكل انا مختار التليلي والمغيربي ديجا المغيربي يرحمه قال انا اعطيته الرخصه وبعدين تلقى جينيراسيون خرجت وتفرح كي تلقى ديجون انا نختلف منقلد ونمثل انا مش مقلد برك انا ممقلد وممثل وسيناريست يعني نعمل في حاجه نحبها اما انهم هربوا بيا هو تفرح كي ترى جينيراسيون محلاها محلاها يخدم ميقال ويخدم وليد الزين ويخدم الكل اما انه الهروب انا ديما موجود على الساحه باش نفسر لك الهروب شنو معناها؟ مش معناها انا موافقهم في اللي يقدموا فيه بمعنى هم عملوا مسرحيات برشا مسرحيات نجموا نتحاوروا فيها ونتناقشوا فيها قد تكون ركيكه قد تكون باهيه وفي الغالب ركيكه جدا لكن يجيها جمهور انت ما عملتش برشا مسرحيات وان مان شوات هذا ايش نقصد انه معناها هربوا بيك انت من ثقافه اخرى وهما من ثقافه اخرى ثم انا نحب نسالك في الاطار هذا شكون ركيكه مثلا لطفي العبدلي كريم الغربي ركيكه كل مسرحيه فيها بذاء هي مسرحيه ركيكه عندي انا ورديئه ركيكه ما جاي مركيكه اي مركيكه والبلاد كيما حتى بذاء يقولوا لي ركيكه بذاء وقت لا تجرح حياه الناس ما انت وعائلات تتفرج زاد مطران مسرحيه يعبي كرتاج 10 مرات ما يستناش رايك راهو ما يستناش راي اما المسرحيه الركيكه تقعد ركيكه وقت ما تبدا فيها حسب راي وحسب راي الناس كل لا مش لا انا الناس كل لا الناس كل لا لا سيد يجيو 10000 في كرتاج 10 مرات في عامين شوف باش يستنى رايك انت لا شوف يا نوفل يجيو 10000 يجيو 20000 نجم تشكر المسرحيه الباهيه المسرحيه الباهيه ظاهره والمسرحيه الخايبه ظاهره لمين نهدي يعمل مسرحيات ما فيهاش بذاء وهو يجي وزاد حتى هو يعبي كرتاج او لطفي بنطقه زاد يعمل مسرحيات ممتازه وينجم يعبي كرتاج بحاجات باهيه المسرحيه الرديئه يا سي نوفل ونقصوا الموضوع ان فابرتوت كلام ما نقصوش كلام انت رأي وانا رأي وكلام رديء وكلام تاع قله الحياء تتسمى مسرحيه عندي انا ركيكه ورديئه وهذا ايش قال لك سي محمد بكري الوطن قاعد يضيع بالركاكه هذه وكهو انا رد بالي برشا في المسرحيات عملت تقريبا 6-7 مسرحيات موافقوا ساعه في كلامه انا حبيت نساله على عنوان شو اعطوا نجاوبك لا عطوا نجاوبك لا حبيت نساله على عنوان شو معقول انا بالنسبه للمسرحيات لا 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 موافقوا انها مسرحيات ركيكه هذوما رايه ما تنجمش نحيلوا رايك انت تو نحب رايك انا ليه هو رايه يقول لك انا مثلا نحب رايك فيش راي هو يحب رايك في البداية معناتها كريم الغربي لطفي العبدلي وجاه جندوبي جعفر قاسمي لا لا اذواق ركيكة اذواق 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 كل واحد انا نحب نمشي لطفي بنطقه الاخر كريم الغربي الاخر يمشي لطفي العبدلي ويعبي لطفي العبدلي كرتاج ويعبي بنزرت في 9000 متفرج انا عملت مسرحيات
مانيش باش نشكرهم، اما اخر مسرحيه كتبها لطفي العماري كانت اسمها يسير عنساء، هاي خضرة حرب وفوزي كشروط واخراج كرام عزوز، كانت مسرحيه بالحق معناها عملت كومبلي في وجيت حذاك وقتها وعدينا منها ديزكستري، وكانت مسرحيه ما نقولش ممتازه لكن عجبت الناس. جات الثوره ورينا وقتها الفتره نتاع الثوره، ورينا الكاس كيفاش مكسر مسكره وما تطلعش على الركح، فهمت، وصاروا فازات بالنوع هذوما اللي انا خيرت ننسحب، وهي كانت تنجم تتواصل، عملت بها عامين برك كانت نجم في الصيف نعمل بها 45 عرض. لحظة.